والله يخرج احمد عز بيدلل ان ثوره 30 يونيو عمرها ما كانت استمرار لثوره 25 يناير. ثوره 30 يونيو ثوره مضاده بامتياز تحكم فيها كل مؤسسات الدوله، واهم المؤسسات الفاسده في الدوله هي مؤسسه القضاء اللي حكم امبارح على بنتين بتهمه التظاهر بمؤبد، ويحكم النهارده بخلاء سبيل احمد عز احد اكبر رموز الفساد في عهد مبارك، واحد اكبر رموز الثوره المضاده. ثوره 30 يونيو يا ساده هي ثوره بتمشي على ثوره 25 يناير باستيكه، هي ثوره لاعاده كل نظام مبارك للحكم مره ثانيه بكل وجوهه، وده اللي احنا بنشوفه النهارده. ثوره على الحكم يعني، ولا كان في ثوره من الاساس، ولا كان يعني ماتوا في رابعه لهم اي لازمه، ولا الثوار عموما، ولا اي حاجه لها اي لازمه. عار على ثورة 25 يناير، وعار في حق القضاء المصري الشايب، بلاش الشايب. خروج احمد عز من السجن ان هو ده عودة لنظام مبارك، مش بس بسياساته ولكن باشخاصه ورموزه، واحنا طبعا كلنا عارفين مين هو احمد عز، وعارفين تاريخه، وعارفين مدى الافساد اللي افسدوه هو وزمرته، افسدوا الحياة السياسية وافسدوا الاقتصاد المصري، ونهب وسرق واحتكر الحديد وتاجر بقوت الشعب المصري. ودلوقتي القضاء المصري الشامخ اللي بيقولوا عليه شامخ طبعا دلوقتي خرجه، هو الان حرا طليقا، وكل الشرفاء من الشعب المصري خدت القربان بدون اي تهم، كلها تهم ملفقه كما يعلم الكثير من الناس. فاحنا دلوقتي بنقول ان السيسي جاي علشان يقضي على كل حاجة حلوة في البلد، جاي عشان ينمي الفساد، جاي علشان يشجع رجال الأعمال الفاسدين ويسرقوا البلد، وجاي على مصلحة الفقير. خلاص الدنيا خربت. خروج أحمد عز بعد منه خروج مبارك، وخروج اللي هم معركة الجمل اللي هم قتلوا الثوار، وبعد منها خروج بتوع بورسعيد اللي هم دبحوا الناس في الاستاد. وإذا كان الانقلاب دليل قوم، أو إذا كان السيسي دليل قوم، مش بشرهم بالخراب. ممنوع بقى من تاني، خلاص رجعت مصر أوسخ من مكانه، لسه فاحل.